سلام الله عليكم وأهلا بكم معنا إلى هذه التغطية الخاصة المتواصلة من قناة المغربية بلندن، دون أن ننسى بطبيعة الحال تحية إجلال وإكبار لفخامة الشعب الجزائري بكل أطيافه، والذي قرر القطيعة مع النظام الجزائري وأزلامه. فالحراك السلمي مستمر في يومه 18، والمسيرات تجوب القطر من شرقه إلى غربه وشماله إلى جنوبه. المحامون اليوم أمام مجلس قضاء العاصمة في وقفة سلمية، ويطالبون بتطبيق القانون وسحب ترشيح بوتفليقة الذي أودع ملفه بالوكالة خلافا للمادة 28 من قانون الانتخابات. وكذا يطالبون بنشر الشهادة الطبية التي رافقت الملف، وكذا المطالبة بتأجيل الانتخابات والذهاب إلى مرحلة انتقالية تحت حكومة محايدة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة يكون فيها الشعب الجزائري السيدة في اختياره. هي مطالب الملايين الذين خرجوا منذ 22 من فبراير الماضي، والمسيرات مستمرة، حيث خرج الطلبة اليوم في الكثير من المناطق والتلاميذ والمحامين، ووقفات شهدتها عدة قطاعات كصنع الغاز والحجار وصنع تراك. محامون يجوبون شوارع بجاية والطارف وسكيكدا غير آبهين بعودة المترشح عبد العزيز بوتفليقة من مشفاه بسويسرا، والذي تحاول بعض الأطراف ووسائل إعلام تسويقه على أنه منقذ الجزائر. بوتفليقة الذي يطالب وطالب عبر رسالة منسوبة إليه بمنحه سنة لإجراء إصلاحات وتغيير. القاي صالح هو الآخر، نائب وزير الدفاع، غير لهجة خطابه الأمس بمدينة الرويبة، وصرح بأن الجيش والشعب على قلب واحد، ويدرون ويعلمون كيف يحافظون على أمن وسلامة البلاد، مضيفا أن الجيش فخور بشعبه. فهل هذا ما كان ينتظره الشعب الجزائري من قائد الأركان؟ هل سمع القائد صالح حناجر الشعب الجزائري المطالبة بتنحي الزمرة الفاسدة؟ لماذا يواصل من يدور في فلك بوتفليقة تجاهل مطالب الشعب الجزائري في الداخل والخارج؟ إذا المشاهدين الأفاضل، قبل أن نبدأ النقاش دعونا نرى مقطع من هذه الوقفة، وقفة المحامين بالعاصمة وبمجلس قضاء العاصمة. جمهورية ماشية لكم، جمهورية ماشية
إذا مشاهدينا الأفاضل نرحب بكم. كانت هذه نبذة عن وقفة المحامين أمام مجلس قضاء العاصمة. ينضم إلينا من هناك الأستاذ طارق مراح المحامي والناشط الحقوقي. بعد الترحيب بك أستاذ طارق، أعطينا يعني وضعنا في الصورة ماذا يجري في مجلس قضاء العاصمة الآن. ألو. نعم نسمع فيك أستاذ طارق مراح. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل ممكن ناخذ طارق مراح من فضلك؟ هل طارق مراح موجود؟ فقدنا طارق مراح. يحاول الزملاء إعادة الاتصال بأستاذ طارق مراح. بثينة جدواني ناشطة اجتماعية تنضم هي الأخرى معنا من الجزائر العاصمة. ما زال الحراك بثينة في العاصمة وفي كل القطر الجزائري. قضية عودة بوتفليقة من مشفاه من مستشفى جنيف بسويسرا لم يؤثر كثيرا في الشارع الجزائري، ما زال يطالب بتنحي هذا النظام وتأجيل هذه الانتخابات. ألو. نعم نسمع فيك بثينة. مرحبا. صباح الخير أستاذ عادل. صباح النور. أنا أتكلم على الحراك المتواصل في الجزائر في العاصمة. نعم. وفي عدة ولايات غير آبهين بعودة المترشح عبد العزيز بوتفليقة. يعني الشعب يعني ما حيغير حتى شيء، يعني رجوعه أو عدمه. نعم. يعني تجاوز الشعب، الحراك الشعبي تجاوز هذه الفكرة، يعني تجاوز فكرة الانتخابات، تجاوز كل يعني رفضا قاطعا كل هذا النظام والمنظومة. نعم. يعني الواجهة اللي كانت رئيس الجمهورية الحالي حتى هذه يعني انكسرت خلاص، تجاوزوا هذا الحاجز. لا لكن هذا يعني خروج مثل عبد الغني زعلان ويقول انه الرئيس رجع وخذا قرارات وقرارات حاسمه، الكل كان ينتظر في هذه القرارات امس لكن لم نحصل على اي قرار، وكان يعني اشياء يعني عاديه غير ابهين بمطالب الشعب الجزائري. الأستاذ عادل يعني زعلان، هل زعلان رأى وزير أول؟ هل زعلان مسؤول في حكومة؟ هو يعني مدير حملة، مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة. لمترشح يعني نحط كل حاجة في نطاقها، هذا ناطق باسم مترشح، نحن نريد ناطق باسم حكومة. لا وزير الداخلية يتكلم، لا وزير أول تكلم، لا أي مسؤول تكلم. يعني هذا هو التساؤل الآخر بثينة، يعني يتكلموا على عنده مشاكل جلطة قلبية على ما أظن، يتكلموا على الوزير الأول والوزراء الآخرين عندهم جلطة في الفم، يعني ما تكلموش أصلا مع الشعب الجزائري. يعني أستاذ عادل لو كان نرجع إلى سنوات 2014 و2015 و2016، يعني كي كانت فضائح يعني الاختلاسات المالية وكانت مسك بالوزير الأول اللي كان أنا ذاك فلان، يعني خرجت إشاعة أنه منع من السفر وأصيب بجلطة قلبية وانتقل إلى عناجة. يعني نفس الشيء بدلوا برك الاسم. نعم. لأن الناس اللي عندهم ذاكرة ويعاودوا يبحثوا يعني في الأرشيفات تلقى نفس الإشاعة. أنا يعني كما يكونش حاجة رسمية، ما خرجتش رسمية، إشاعة. جميل، سأعود إليك يعني بثينة جدواني من فضلك. يعني أبقي معنا. نعم أبقي معنا بثينة، سأعود إليك لنفتح محاور أخرى. ينضم إلي طارق مراح المحامي والناشط الحقوقي من مجلس قضاء العاصمة. وضعنا في الصورة سي طارق. نعم مساء الخير اخي عادل وتحياتي لكل طاقم قناة المغاربية. الله يبارك فيك. هل تسمعني؟ اسمعك جيدا. نعم. شكرا. التقينا او تنادى الزملاء والزميلات فيما بينهم
في الاجتماع الذي كان مقررا والذي عقد تم عقده قبل يومين او ثلاث ايام، اين اتفق المحامون على سحب او انسحاب الجلسات ليومين اليوم غدا، وكذلك تنظيم وقفات احتجاجيه امام المجالس القضائيه وامام المحاكم في كل تراب الجمهوريه. وها هو اليوم، جاء اليوم الذي التقينا فيه جميعا على صعيد واحد. وأسجل هنا ملاحظة أو أفتح قوس أمام مجلس قضاء العاصمة، فيه أيضا عمال قطاع العدالة وموظفو قطاع العدالة من أمراء غيرهم خرجوا بدورهم وانضموا إلى المحامين ورفعوا كذلك شعارات مشابهة ضد الوحدة الخامسة وتطبيق القانون والاحتكام بدستور التشريعات. المحامين اليوم زملاء وزميلات نادوا عاليا بصوت واحد لا لوحدة الخامسة، نادوا إلى التمسك بالقانون والتنديد، نددوا ونددنا بالخروقات التي شابت العملية السياسية في الجزائر، منها العرض الصحي للرئيس الغائب الذين حجزوا حتى عن تقديمه للجزائريين من أجل رؤيته، ها هم يسوقون بصورة هلامية داخل سيارة يعني مصفحة وزجاجية يعني مظلمة لا يعني لا تبين شيئا، يحاولون أن يصدقوا الجزائريين أن الرئيس في حالة صحية جيدة. تصور أن هذه الإصابة التي استمدت بالجزائريين على مدة عقدين من الزمن يحاولون حاليا أن يصدقوا لهذا الرئيس الكائن. يعني هؤلاء أستاذ طارق، هؤلاء الذين يطبلون ويدورون في فلك الرئاسة وفلك المترشح بوتفليقة يقولون أننا نحترم صوت هذا الشعب الذي خرج للشارع للمطالبة بإنهاء هذه العهدة الخامسة وربما إلغاء هذه الانتخابات أو تأجيلها، لكن بالمقابل يقولون أن بوتفليقة لديه أنصار وتحدثوا عن إمضاء 6 ملايين استمارة، لماذا لم يذهب هؤلاء أو جزء من هؤلاء 6 ملايين إلى المطار لاستقباله من مشفاه؟ تصور أنه هذه 6 ملايين هذا الرقم الكاذب، الرقم الكاذب لأنه هذه صفة كاذبة ولم تصدق الجزائريين يوما منذ أن حلت على في استدارة السلطة. يعني هذه السلطة تصور أخي عادل أنه متفلقة بأرقام الداخلية، بأرقام وزارة الداخلية في انتخابات 2014 صوتوا عليها في زوج ملايين و200 ألف جزائري، 2 مليون فاصل 200 ألف جزائري. اليوم بالنظر للظروف المفترض من الرئيس واعتقال كله واعتقال الشعب المدني التي لم تكن في يوم من الايام شعبيه محترمه رجع والعرب الصحي للرئيس يعني بين العين، واليوم يقول لك 6 ملايين استماره. تصور هذا الهبال وهذا الجنون الذي وصلت اليه السلطه وهذا التخبط وهذه الشطحات التي يتم يعني رقص الديك التي يقصها هذا النظام البائس على الجزائريين. هؤلاء يعلمون جيدا ان الجزائريين الذين يثق بهم شمال الجزائر من تبسة الى كلبسان الى تمرست، هؤلاء يعلمون جيدا انه هذا الرئيس بات مرفوضا عند الجزائريين، بات مرفوضا حتى عند الاطفال الصغار الابتدائيات المتوسطات. البارحه اراهم بعمي عيني رافضين عبد الخامسه بالشعارات مكتوبه ومرفوعه امام الجزائريين. ما زالت غير الحيوانات النباتات مخزت في الشارع تهدد بها الرئيس الغائب وهذه العصابه. نحن كمحامين جزائريين نقف ضد هذه العصابه ونقف ضد هذا المسار الانتخابي المشوب بألف عيب قانوني، منها الماده 120 وما يتعلق بالمعرض الصحي، منها ما يتعلق بالماده 120 المتعلقه بالغنم المسجوني، منها ما يتعلق يعني في كثير من الخرطات التي لا نستطيع ان نعمل يعني كان فضلا عن المشروعيه. نعم استاذ طارق، يعني المحامون كان لهم اليد الطولة في هذا الحراك السلمي للجزائري، واليوم شهدنا بعض المسيرات في الطارف في سكيكدا في بجايه حتى في تبسة للمحامين. المحامون يتحدثون عن 5 خروقات للمجلس الدستوري، ما هي؟ نعم، اولا ما يتعلق بالعرض الصحي للرئيس وما تتضمنه المادة 102 من الدستور. الرئيس إذا كان غير الرئيس مكان يعني غير مقبول صحيح عليه أن يستمع إلى أمر رئاسته ويعني تستمر باقي الإجراءات، باقي الإجراءات المعروفة. ما يتعلق بالمادة 102 من نظام عمل المجلس الدستوري،
تتعلق بعدم احقيه نيابه الرئيس وتقديمه المترشح لتقديم ملف ترشحه، وهذا ما رايناه هنا في الجزائر. اذا كان الرئيس غائبا واكتفى بارسال زعلان من اجل يعني تسليم هذا الملف، الملف المغلق الملف المزور للمجلس الدستوري، نحن ننتظر ونتربص ما سيعلنه المجلس الدستوري من ملفاته ومن عدمها او من عدم او رفضها، وسنتصرف وفقا للقانون ووفقا للدستور. اذا كان رد الفعل المجلس الدستوري قانوني ودستوري سنكتفي ونحاول ان نلغي فيه من اجل ترشيد او تحويلها في الاعمال السياسيه وضعفها في نطاقها القانوني والدستوري. اما اذا كان الرد ردا سلبيا وقبل المترشح يعني من المترشح حتى للبوتفليقه سنماغل وسنعد الجزائريين من خلال القناه المغاربيه سنواصل نظامنا السلمي وكفاح السلمي الى اخر عمق المناسبه الاتحاد بهذه العصابه التي استمدت بركاب الجزائر لمده 20 سنه كامله وب 1000 مليار دولار. يا استاذ طارق، البيانات تتواصل وتتلاحق على قناه المغاربيه، الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمختلف مؤسساته سواء الوطنيه، سيارات صناعيه، التلفزيون. اخر بيان وصلنا من جمعيه بيان للائمه، الائمه الجزائريين. ما بال القضاة؟ أنت تحدثت عن موظفي المحاكم وموظفي قطاع العدالة، ما بال القضاة؟ لماذا لم يلتحقوا بعد بالحراك الشعبي؟ بلى إلى مسألنا أنه في قضاة في النبا، في مجلس قضاء النبا قد تحركوا وقد انضموا إلى المحامين في وقفتهم وسندوا المحامين في وقفتهم. كل شيء يبدأ هكذا محتشما ثم تتفرع في احتجاجات المحامين. وسؤال اخي عاد انه نحن يعني في 2009 و2014 كنا قله قليله جدا تناظر من اجل رفض هذا الرئيس، ثم اتسعت شبهه النزال في الجزائر، النزال السلمي حتى يعني اتسعت لكل ورحبت يعني واتسعت لكل الجزائريين وفتحت جناحها لكل الجزائريين والجزائريات، كذلك هم القضاة، كذلك هم القضاة الذين يعني هؤلاء القضاة الذين اعتبرهم شخصيا يعني مكبرين ومحاكرين بكل ما من شأنه أن يضعهم في تصور السلطة والذهاب في مساق السلطة وما تريد من السلطة. اليوم القضاة إلا بطاقة قضاة النيابة، تصور الجمهورية فيها قضاة من نيابة الجمهورية متعاطفين مع المحامين علنيا في هذا الاتجاه، وعلية أنه القضاة أدعو من خلالكم كل الأسرة القضائية بما فيها القضاة، قضاة النيابة وقضاء الجالس قضاء قضاة الحكم، وأن ينضموا إلى المحامين ويعني يشكلوا فيما بينهم تصديا قانونيا ودستوريا لهذه العمليه السياسيه المشوبه بألف عيب سياسي وقانوني. شكرا جزيلا استاذ طارق فراح، المحامي والناشط الحقوقي، كلمتنا من امام مجلس قضاء العاصمه. ودائما من مجلس قضاء العاصمه ينضم الينا الاستاذ عمار خبابه، المحامي والناشط الحقوقي والسياسي. بعد الترحيب بك استاذ عمار خبابه، ما الذي يمكن ان نضيفه في واقع هذا الحراك؟ احنا تحدثنا عن عدة بيانات لعدة جزائريين، مؤسسات عمومية، مؤسسات خاصة تلتحق بالحراك. طارق براح يؤكد أن بعض القضاة، تحدث عن قضاة مدينة عنابة، التحقوا هم كذلك بهذا الحراك. ما بال قضاة العاصمة؟ شكرا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحييك عادل وأحيي الضيوف والمشاهدين الكرام. الحراك الآن، وأنا قلتها في مداخلة سابقة أن الحراك بدأ شعبيا ثم بعد يعني انتقل. نعم تسمعني؟ أسمعك جيدا. نعم، قلت أن الحراك بدأ شعبيا ثم بعد ذلك تحول شيئا فشيئا إلى الفئات، فئة الطلبة والمحامين، وتوسع الحراك الآن إلى كثير من الفئات، وهذا يدل على أن الأغلبية التي كان يتبجح بها من يقولون أنهم يعني يشكلون أغلبية فقد يعني انزاح هذا الخلاف وهذا الغطاء غير الحقيقي. الشعب الآن برمته يرفض اقتراح
النظام لعهدة رابعة. الشعب يخاطب السلطة لأنه غير راضي وغير قابل لممارساتها وفي قمة هذه. وأنت ذكرت العهدة الرابعة أستاذ عبار خبابة، الشعب لم يكن راضي بالعهدة الرابعة ومع هذا ذهبوا فيها، يعني ما الذي سيتغير اليوم؟ كيف يكون الضغط لكي لا تكون هذه العهدة الخامسة وهذه الاستمرارية لهذا النظام ككل؟ على بالك انا مازلت يعني مازلت مبرمج على العهده الرابعه، لاننا رفضنا العهده الرابعه وكنا يعني الناس اللي خرجت الحراك كانت قليله، ولكن كانت قناعتنا بان الشعب كان غير راضي بها وصبر مده 5 سنوات وظهر علينا من يعني يظنون وانهم يمثلون الشعب، ولكن هذه الاصوات التي كنا نسمع فيها طيلة السنوات وهي تتحدث عن الإنجازات وتتحدث عن الرضا وعن القبول الشعبي، الآن هذه الأصوات يعني اختفت ولا وجود لها، بدليل أنه حتى القنوات الخاصة فإنها تجد صعوبة في إيجاد من يتحدث عن الاستمرارية وعن العهدة الخامسة. سمعنا الأمس يعني أخبار تتحدث عن أخ الرئيس أسر لأحد رجال الأعمال وكان يعني متذمر ويقول أنه كنت أنتظر أن يخرج هذا الشعب لاستقبال وأن يهتف لبوتفليقة وأن يحضر جنازته بالملايين، وأنا متذمر من هذه المطالب، كيف نرد على هذه على هذا الكلام أستاذ عمار خبال؟ أما الإقبال فقد ظهر وأنه كان هناك قبول وكان هناك ترحيب لخرج، وحتى هم ما قدرش يخرجوا الشعب، حتى هؤلاء الذين الوكلاء الذين صموا آذاننا بالحديث، ومنهم من ذهب يعني في المغالاة وراح بعيد، حتى منهم من قال وأنه مرسول من السماء، ومن يقول ننتخبه حيا أو ميتا، ومن يهددنا بما وقع في الربيع العربي إلى غير ذلك. هؤلاء يختفوا الآن ولا وجود لهم على الساحة ولا يستطيعون التحدث ولا الظهور، ولو كان الشعب راض وقابل بهذا وعندهم يعني هناك التفاف شعبي وقاعدة شعبية لخرجت واصطفت من المطار بوفاريك إلى زيرالدا لو كان كاين، ولكن الجماهير خرجت يوم الجمعة 8 مارس من رويبة قرحتان الوسط العاصمة وتفرعت ووصلت إلى مقام الشهيد وغيرها، وكانت العاصمة كلها يعني كل يعني جميع شوارع العاصمة كلها لم تستطع استيعاب القوة والسيد البشري، و جرى الحال كذلك في ولايات أخرى، وقد قدر الله لي مع الزميل بوشاشي أن نحضر يعني مسيرة نوعية في عنابة، وهي مسيرة يعني تقارب أكثر من 200,000، وقد تصدرها أو حضرها المحامون وكانوا في مقدمتها، وهذا قبول حسن من طرف الشارع للنخبة النخبة الغير ملوثة. دعنا نبقى في 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 المحامين. انتم قبل ايام يعني نظمتم وقفه احتجاجيه امام المجلس الدستوري ثم مسيره الى غايه وزاره الطاقه، سلمتم بيانكم للمجلس الدستوري، هل تلقيتم اي ردود؟ لم يستقبل البيان، سواء بيان مجلس الاتحاد الذي يضم 21 نقابه، كان هناك 21 نقيب يمثلون المحامين على مستوى ربوع الوطن، وحرروا بيان وذهبوا به الى المجلس الدستوري، وانا كنت حاضرا كنت في المحكمه العليا، وطلب مني بعض النقباء ان اكون في يعني في الوفد، وحضرت فعاليات هذا يعني النشاط انطلاقا من المحكمة العليا، مشينا على الأقدام إلى المجلس الدستوري، ولما وصلنا المجلس الدستوري النقباء تقدم رئيس الاتحاد النقيب، و
طلب من البواب انه يدخل الى المجلس الدستوري، فاخبر انه لا يمكن له ان يلتقي برئيس المجلس. نعم. واذا اراد ان يسلم البيان فليسلمه الى ممثل، فرفض ورفض النقباء وتوجه الى الاعلام وقرأ وتلى البيان، وكان البيان موجه الى وسائل الاعلام ولم يسلم اصلا. لماذا؟ لانهم رفضوا استقبال المحامي. يبدو استاذ عمار خبابة ان هذا النظام ذاهب وماض في تعنته وعدم الاستماع لمطالب الشعب الجزائري. ما هي الخطوات القادمة؟ رغم أننا سمعنا خطاب القائد صالح كان يغازل الشعب الجزائري ويقول أن الجيش فخور بهذا الشعب، يعني ما هي الخطوات القادمة إن هو استمر في تعنته وترشيح بوتفليقة والاستمرارية كما كانوا يدعون؟ أقل شيء ينتظره هذا الشعب تحرك، وما قام به الشعب الجزائري هو استفتاء شعبي مباشر، هي ديمقراطية مباشرة تشبه الديمقراطيات العريقة مثل الديمقراطية اليونانية. فهناك شعب خرج عن بكرة أبيه ويطالب بسحب الترشح ولا للعهدة الخامسة، ونعم ولا بد من تغيير النظام. شكرا جزيلا لك أستاذ عمار خبابة المحامي والناشط الحقوقي، كلمتنا من أمام مجلس قضاء العاصمة هنا، تجرى هناك وقفة احتجاجية للمحامين وكذلك موظفي قطاع العدالة بالعاصمة. نذهب إلى عنابة، معنا ناشط الحقوقي الأستاذ نبيل بوبكر. أستاذ نبيل، كيف هي الأجواء في عنابة؟ سمعنا إضرابات في صون الغاز وفي قطاعات أخرى، خروج التلاميذ الطلبة وحتى المحامين، وضعنا في الصورة أستاذ نبيل. نعم أخي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، في بداية الأول أحيي قناتنا، القناة الحرة، قناة المغاربية وكل القائمين عليها. نعم، ما يحدث اليوم بالشارع الجزائري والله أعتبره عرس حقيقي، ميلاد شعب بكامله. نعم أخي، بالأمس فقط رأينا خروج الطلاب. نعم نعم، أسمعك نبيل. نعم، خروج الطلاب الثانويات، نعم خروج الطلاب الثانويات، خروج متوسطات، خروج الأساتذة معهم لتأطيرهم في الشوارع. بالأمس أيضا وقفات احتجاجية أمام كل المؤسسات العمومية، صون الغاز، مديرية الضرائب، نعم كليات اليوم فقط. يعني كيف استقبل الجموع نبأ عودة المترشح بوتفليقة إلى أرض الوطن؟ نبيل، أظن أننا فقدنا نبيل، هناك مشكل في الهاتف. أعود إلى النشطة الحقوقية بثينة جدواني. بثينة، كنا نتحدث عن قضية خطاب القائد صالح والذي يغازل فيه الشعب الجزائري وجاء مخالفا لخطاباته السابقة. هل حتى بثينة فقدنا؟ خلينا نبيل معنا؟ معك عادل أستاذ. نعم بثينة، تسمعيني؟ كنت نستمع. وين كنت نستمع؟ قلنا نتكلموا على خطاب القائد صالح، كأنه يعني يغازل الشعب الجزائري لكن مستمر في قضية حماية الزمرة. مستمر في حماية الزمرة. أنا يعني عندي قراءة، يعني هذه يعني قراءة شخصية. نعم. للخطابات يعني وتغيرات في الخطابات، يعني هو يعني في الخطاب والله ما غلط كيقول لك الجيش مع الشعب، لان اقرب شيء الجيش، ونهضروا يعني من صغيرهم اولاد الشعب. يعني هو اللي راهو لاقي روحه يعني في مصيده، سي ان ريبوزيشنمون. أنا يعني ما هي قراءتك حين يقول القائد صالح أن الجيش فخور بالشعب الجزائري؟ يعني كان هو ضد الحراك ويقول أنه هؤلاء مغرر بهم، اليوم يقول الشعب فخور بالشعب الجزائري ويعرف كيف يحمي هذا الشعب، يعرف كيف يحمي وطنه. الشعب يعني هو يعني يغازل، ما كيش نفهمك يعني الإنسان هذا
اللي معروف عنه يعني ما كاش يعني ما مذكور حتى في ويكيليكس، يعني ما رايحينش يعني نغطيو الشمس بالغربال. ايوه بس يعني كي تلاحظ باللي حتى واحد من الطبالين الكبار يعني رموز التطبيل في الجزائر للرئيس والخمسة اختفوا. سيدي سعيد اللي كان يضرب يده في الطابله ويقول لك الرابعه اين 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 كل هاد الناس؟ يعني يلقى روحه وحده. على يعني هاد المنظومه وهاد هاد الافراد هادو راهم يتخبطوا، ما كاش بديل. الشاب راهو رافض يعني اي حوار، يعني يطلب الرحيل، يطلب رحيل يعني كل هاد الاخر. الناس راهي تطالب بجمهوريه ثانيه. لكن مع هذا يعني هذه المطالب تعمت في الجزائر كما قلنا، من الشمال الى الجنوب، من الشرق الى الغرب، لكن الظاهر انهم لا يريدون الاصغاء الى هذا الشعب وذهبوه. لا يعني انا اظن انهم يبحثون على مخرج، يعني مخرج يعني بي افيك موان دو ديغا، بأقل لهم. يعني وشو هو المخرج السليم لهم وللجزائر؟ احنا يهمنا الجزائر اكثر من المخرج. يعني الجزائر يعني الحراك راهو الحراك راهو مستمر. ويعني رانا نشوفوا الحراك ما راهوش كل جمعه، يعني راهو في كل اشلاء الوطن، يعني في الولايات، في كل الولايات يوميا. يعني كل يوم كاين قطاعات تخرج تندد، كان قطاعات يعني دوكا عندنا على الحجار أغلق لأن القطارات، يعني حتى قطارات السلع من تبسة من الونزة ما كانش. يعني كاين كما نقول كاين عصيان مدني في مناطق، يعني ما راهوش شامل كما نقول واش رانا نشوفوا، راهو في مناطق، كاين في مناطق راهو شامل كما منطقة القبائل. وحنا ما يخفناش باللي منطقة القبائل يعني من زمن قديم يعني سياسيا وتنظيميا يعني عندهم تنظيم. لكن بثينة كاين الناس يقولوا انه الوقت لم يحن بعد الى يعني الى تنظيم هذا العصيان المدني، وربما يكون ضار للشعب على السلطه. يعني بهذا الطريق ما راهوش شامل صح. الشعب على السلطة لا، يعني حتى غضب الشعب كما كان رحيق، الواجهة شقت. هذا يعني يقول لك هذا الحراك هذا راهو صح بطريقة عفوية، بصح حتى الآن النتيجة أنا بالنسبة لي هي إيجابية. يعني صح ما كانش يعني ما كانش هذا الشعب راهو عفوي، بصح بطريقة سلمية وبطريقة صح كاين متخوفين، بصح حتى الان مانيش نشوف حاجه تخوف. يعني راني نشوف باللي الخوف ما راهوش من جهه الشعب. يعني واش هو المخرج؟ يعني في عجاله في اخيرا بوتيما، ما هو المخرج الذي يبحثون عنه؟ شوف احنا دوك كان 13 مارس، يعني عندنا اندات بيتوار هي 13 مارس. ايوه 13 مارس، يعني 13 مارس اذا ترشح يعني هنا رايحه يعني تروح لاضراب شامل انا اظن. واذا لم يترشح يعني نشوفوا واش كاين استحداثات، على خاطر استاذ عادل ما بيش راك ملاحظ باللي ما تقدرش كما نقول لك اليوم كاين حاجه غدوه كاين حاجه اخرى. لكن حتى يعني اذا ما ترشحش بوتفليقه، هل تظنين انهم سيذهبون الى انتخابات او انها ستؤجل وسيعاد النظر في انتخابات؟ بصح بشكون بواش بعدنا واش عندك في الانتخابات؟ يعني حتى الاجواء شيء. حتى الاجواء، حتى الشعب الجزائري غير مستعد لهذه الانتخابات اصلا، يعني ما يلاحظ في الشارع يرفض رفضا تاما المهزله الغير قانونية الخارقة للدستور اللي راهم يديروا فيها. يعني هذه كي تتواصل في انت ترى يقول لك رانا فقنا بك، تقول لهم لا معليش لا. يعني هذا يعني استخفاف بإرادة الشعب، هذا استخفاف يعني ب ب ب ب ب الله يبارك يعني بعامة الناس في الجزائر، الشعب الجزائري. شكرا جزيلا أستاذة بثينة جدواني ناشطة الحقوقية والاجتماعية، كلمتينا من الجزائر، نشكرك جزيل الشكر. يعود إلينا أستاذ نبيل بوبكر نشط الحقوقي من عنابة. يعني في قضية الإضراب العام
والناس كان يسموها ربما سموها هذا العصيان المدني، يعني كيف هي نسبة تجاوب الجماهير في عنابة؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام مجددا. الأخ فقط أنا ممكن أختلف معك في التسمية، يعني هو ماهوش عصيان مدني، العصيان المدني هو آخر مرحلة من مراحل هذا الحراك. نعم. يعني أنا فضلت أن نسميه إضراب، يعني في حدود المعقول، لحد ساعة في حدود المعقول، يعني وقفات الناس، المؤسسات العمومية يعني خرجت أمام مؤسساتها تندد بهذه العهدة الخامسة، تندد برحيل النظام. يعني لاحظنا، لكن لاحظنا الامس يعني محلات وشركات موانئ متوقفه. ممكن معلومات، نعم هي يعني اتتهم معلومات فقط، ممكن ترهيب، ممكن انا اسميها تخويف من بعض ازلام هؤلاء النظام هذا، خوفهم. يعني كاين الناس قالوا لها انه كون ما تقتلش راح يجيب يكسروا لك. ايوه سمعت اخي الكريم. نعم، يعني ممكن الناس خوفا فقط اضطروا انه يقفلوا محلات تاعهم، لكن بالنسبة معقولة راهي كانت إيجابية بالنسبة للمؤسسات العمومية. أنا أتحدث عن المؤسسات العمومية، على التجار أن يفتحوا محالهم للناس. أنا قلت لهم البارح، أني كنت ندور من حي لحي، نقول لهم يا خيرتي هذا تاع الشاب راه يشري من عندك، أني كي تقفل عليه وعلاه تقفل عليه؟ احنا طالب المؤسسات العمومية أنها تضرب مؤسسات لتضر بمصالح هذا النظام المتعفن. يعني كنت سألتك نبيل، يعني وقطع الخط، عن تجاوب الشعب في عنابة. قلت لك يا أخي، لا أسمعني برك سي نبيل، أنا كنت سألتك وقلت تجاوب الشعب في عنابة عن قضية عودة المترشح عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر، كيف تجاوب أهل عنابة بهذا الخبر؟ والله قلت يعني نعم، قلت لك يعني ممكن قطع الاتصال ممكن تاع الشبكة، قلت لك انه لا حدث بالنسبة لنا، يعني رجع ولا ما رجعش هذا لا يعنينا. الشعب خرج قالهم لا للعهدة الخامسة لا للنظام، يعني نلزم نخرجوا من العقلية تاع لا للعهدة الخامسة يا اخي. نعم. ما فيناش نقولوا لا للعهدة الخامسة، نحن نطالب برحيل النظام المتعفن يعني المتجدد بكامله. احنا كي نقولوا روحوا يعني روحوا خلاص صدت، يعني في نظرك يعني بقوا يومين فقط، بعد يوم 13 يكشف المجلس الدستوري عن اسماء المقبولين لهذا السباق الرئاسي. ما هي الخطوه القادمه كيف تتصورها؟ يعني نحن ايضا اخي في انتظار يوم 13، ممكن تصعيد اخر، ممكن يعني نخرجوا من الجمعات هذه السلميه، نطلقوا لليورو برابل كما قالوا لي جورو برابل، ممكن لا ادري يعني تصعيد عصيان مدني لما لا اجى وقته. يعني السلطه تتعنت، السلطه ماهيش حابه تسمع لك، يعني نظام كي هذا مش مقيم شعبه، يعني لا مبالاه منتهيه، يعني ما تقيم شعبك، ما تخرجش تهدر، سبحان الله. يعني هل تظن ان الشعب الجزائري ربما مستعد للذهاب الى هذه مرحله العصيان المدني، خاصه وان البيانات تتوالى، حتى كما ذكرنا اخر بيان كان للائمه. نعم، فيما يخص العصيان المدني انا كنت نقول لهم راهي لازمه لها دراسه، لازمه لها توعيه للشعب، بما انه بعض مناطق الوطن، بما انه بعض الولايات يعني أصروا على القيام بالعصيان بالأمس، يعني راهم جربوها، كانت تجربة فقط، لما لا تعميمها مستقبلا؟ نعميها مستقبلا، نوعيو الناس بمعنى العصيان المدني، لازم على نخب أنها تأثر هذه المسيرات، ما تخليهمش الشباب هك واحد. وأنا في رأيي يا أخي الكريم، يعني تبقى كل مسيرات عفوية، مسيرات شباب، لازم على الأقل نخب على اللي يليقوا فيها لجان شعبية، لما لا تشكيل لجان شعبية لتأطير هذه المسيرات الشعبية. لكن حين تقول يا سي نبيل، حين تقول لا تعنينا، يعني من وراء هذه المطالب؟ من وراء دفع الشارع نحو العصيان المدني؟ والله يا أخي الكريم، أنا هذا السؤال يعني ما نحبش نسمع. خلاص أيوة. الشعب تبنى أنه خرجت يعني دعوات، خرجت دعوات يوم 22 فبري، مسيرات منددة بهذا النظام، رحيل النظام للعهدة الخامسة، يعني كانت في الأول لا للعهدة الخامسة، درك النظام تقبلها يا أخي، الشعب تقبل هذه الفكرة، يعني تبناها الشعب، خلاص الشعب خرج، الشعب يعني واعي، الشعب فايق، الشعب قاعد يطالب فيما أكثر، رحيل النظام، الشعب يفهم يا أخي الكريم، سبحان الله، حابين يخرجون الشعب هذا ما يفهم في والو، لا الشعب يفهم بكل أطيافه، بكل يعني طبقاته، يفهم كلش بإذن الله.
الشعب واعي يعني يروحوا يعني يروحوا بيطاب وما تبقى مسيرات راهي تبقى باذن الله حتى الواحد يعني راسنا خشين كما نقولوا احنا راسنا خشين يعني الفكره تطرح وعلى الشعب ان يتقبلها او لا والله يعني الاغلبيه كي تتقبل الاغلبيه كي تتبنى هذا القرار ولا تتبنى على بركه الله ما علينا الا نسيها معاهم يا اخي اذا كانت فكره فيها خطر والله ضرر الناس نمجوهم نعم نمجوه قال يا اخي هذه ما تجيش هذه ليس وقتها هذه كذا هذه كذا اما انه هكذا يعني همل لا فلا يا اخي نعم لا لكن يعني هل فيه تفكير الى ما بعد هذا النظام بما انكم مصرون على ذهاب هذا النظام هل في تفكير الى ما بعد من يؤطر هذا الحراك الشعبي والله يا اخي كاين نخب يعني في كل ولايه الناس تعرف بعضها في كل ولايه تشكل لجان تشكل ما عنديش انا صح على مثل عندنا يا اخي عندنا ناس سبحان الله عندنا ناس شرفاء في الدوله عندنا ناس شرفاء في الولايه كاين شرفاء لازم يا خويا نتلفوا قال انتم ناطقين باسمنا يعني ما بعد انا اتكلم فيما بعد ما بعد يعني أنا نستنى يعني في يوم التالي الأربعاء واش راح تفرز عليه القرارات تاعهم المجلس الدستوري فيما بعد للتصعيد لماذا نصعدوا لهم كما يحبوا هم يعني عكس ما يريد تسويقه هؤلاء الذين يدورون في فلك السلطة الجزائر بخير والجزائر آمنة نعم بخير كما يشوفوا بالمنظور هم أربح الله بطول الشارع أقول لهم تعالوا انزلوا للشارع وشوفوا الشعب كيفاه راه يدير ما يهودوش للشارع عبالهم من الشارع انه راح يطردوهم شر طرده كما فعل بالبعض منهم يعني من محسوبين على هذا النظام متعفن شكرا جزيلا لك سي نبيل بوبكر ناشط الحقوقي كلمتنا من عنابه خلينا ناخذ صحفي صالح مقعاش هو في العاصمه ماذا يحدث في العاصمه سي صالح أعتقد أجواء في العاصمة جد هادئة الآن هناك فتح لبعض المحال التجارية هنا في قلب العاصمة هناك أيضا احتجاجات لعدد من النخب الجزائرية من بين المهمين وأيضا القرى وقرى تمديدا للانتخابات التي سيتم إجراءها في 18 من أبريل حقيقة الشارع الجزائري الآن هادئ ومرتاح وكانت هناك استجابة قوية للإضراب الذي شهدته مختلف ولايات الجزائر البارحة والآن هناك خطوات أخرى سيتخذها الشعب الجزائري بعد صدور البيانات من السلطة الحاكمة هناك الآن يتحدثون عن الإبراهيمي ممكن أن يقود المرحلة الانتقالية البعض يرشح وزير الخارجية السابق العمامرة يعني كيف هي ردود فعل الشارع حول هذه الأسماء يعني هناك إجماع في الشارع الجزائري أن الوجوه التي عملت مع النظام الجزائري من قبل لا يريد رؤيتها مجددا ويعرف بأنها هي وجوه تريد الاستمرارية في الحكم نعم هناك ردود متباينة لكنها تجمع على أن الشعب الجزائري يريد أفراد أو يريد نخب من الشعب في حد ذاته ولم يكن لها أي علاقة مع السلطة الحاكمة الآن في انتظار رد فعل الحكومة الجزائرية تبقى كل تكهنات مفتوحة أمام الشارع وردة الفعل في سي صالح كيف ينظر الشعب الجزائري ربما نتحدث العاصمة أنت موجود في العاصمة كيف ينظر لهؤلاء الذين قدموا ملف ترشيحهم مع المترشح بوتفليقة على رأسهم الغديري بطبيعة الحال في حقيقة الأمر يعني الشارع الآن يعني لا يتحدث عن الانتخابات ويصفها بالانتخابات مهزلة وهناك من حيث التسيير وأيضا من حيث المترشحين هناك انسحاب لعدد من المترشحين حل وبالتالي فهو يعني هناك فكرة تدور هنا بين أوساط المجتمع بأن المرحلة الانتقالية هي يعني هي الباب للمشكلة أو المعضلة هنا في الجزائر ويتدرون يعني تنازلات أخرى من السلطة وأيضا المرور إلى مرحلة انتقالية حقيقة ما بال هؤلاء الذين ترشحوا للانتخابات ونعود نعيد ونقول هذا رأسهم الغديري الذي انسحب منه مدير حملته مقرنية العربي حتى انسحب مدير الإعلام العياشي حميد العياشي لماذا يصر
على البقاء في هذه السباق أو هذه المسألة كما سميتها أستاذ صالح؟ أعتقد أن بعض المترشحين مثل الغدير ينتظرون الوضع كيف يتجه، خصوصا في 13 من الشهر الحالي حيث سيتم الإعلان عن مترشحي هذا السباق الانتخابي. حقيقة الكل يترقب هنا ردود فعل السلطة وأيضا المجلس الدستوري عن قبول ملف المترشحين، وبالتالي فإن كل مترشح على سبيل المثال الغديري ينتظر هو نتائج الحراك الشعبي وايضا القرارات التي ستتخذها السلطه في الساعات المقبله. الله يبارك فيك استاذ صالح بقعاش الصحفي، كلمتنا من الجزائر. نبقى دائما في الجزائر ومنطقه الدار البيضاء. ينضم الينا استاذ لطفي علام وناشط حقوقي وعضو في جمعيه اولياء التلاميذ بالدار البيضاء. سي لطفي علام، خرجوا التلاميذ اليوم وتلاميذ المتوسطات في الدار البيضاء، وسمعنا تصريح الأمس لوزيرة التربية بن غبريت تقول أن هذا خطر، يعني خطر على التلميذ وخطر على المدرسة الجزائرية. أين تضع هذه التصريحات للوزيرة؟ السلام عليكم والسلام على كل مشاهدين قناة المغربية. احنا واش رانا نلاحظوا في الميدان؟ أن التلميذ الجزائري، حتى التلميذ الجزائري عنده وعي. احنا رانا ضد هذا التلاميذ في يشاركوا في الحراك، خوف من انزلاق وخوف من أمور أخرى، ولكن هما اللي يحبوا يوصلوا لها. هما من قلت لي ما سمعوش للشعب الجزائري، كل فئاته وكل أطيافه خلاوا الوضع ينزلق هكذا. هذه نتيجة تعنت تاع الحكومة والنظام هذا اللي خلى الناس قاعد تخرج للشارع، واحد ما حب يفهمهم واش راهم حابين يقصدوا، واش راهم حابين يوصلوا لهم الفكره، وما حبش توصل لهم الفكره. هذا هو المشكل الكبير. يعني انت كعضو في جمعيه اولياء التلاميذ، يعني هل تأيد خروج تلاميذ للشارع ومطالبتهم؟ يعني هم كذلك ينضموا اذا هذا الحراك، واين يكمن الخطر اللي تحدث عليه الوزير؟ هو نظن والله ما في حتى خطر وما في حتى انزلاق. اليوم نشوفوا باللي الشرطه الجزائريه راهي ترافق في هذو التلاميذ، راهي ترافق فيهم بطريقه نشكروها على الطريقه هذه، خاطر ما حبش تدخل معاهم في عنف ولا في خطر. تلاميذ ولادنا هذو قبل كل شيء، راهم ولادنا والناس في الجزائر كلها راهي فاهمه الوضع، فهمت. اليوم ما عندكش تكذب، ما عندكش تخبي. انت تشوف البارح يوريك طيارة، يوريك الرئيس هاو جاها وما جاش، ما حبوش يورونا كاع الحقيقة. احنا حاب الشعب الجزائري حب يشوف الحقيقة. الناس الشعب الجزائري والشارع الجزائري كله راه متقلق وحاب يعرف حقيقة شكون راه يسير في البلاد هذه. ثلاث أسابيع ما يبان حتى مسؤول جزائري ويعطينا واش راه صار الوضع الحقيقي للجزائر. يعني في نظرك علاش ما حبوش يتكلموا اولا هؤلاء المسؤولين وعلى راسهم رئيس او الوزير الاول والوزراء المكلفين، وعلاش ما حبوش يسمعوا للشعب هذا؟ يعني والله نعطيك واحد المثال الصغير برك. الاخ عادل، أيوة. انا نظن باللي الوضع في الجزائر شغل مقابله تاع كره قدم. أيوة. الحاكم يحسب لك ضربه جزاء خياليه ومن بعد يحوس يصحح غلطه بغلطه ويحسب للفريق الاخر، يحسب له هدف على طريقه تسلل، يصحح غلطه بغلطه. هنا راهم كل خطره حتى ولو ما يبانوش، انت المسؤول اللي يبان يجي يمد تبرير ولا تفسير على الوضع يزيد يعميها ويزيد يقلق الشعب الجزائري بالخرجات تاعهم اللي ما عندها لا اساس لا راس. الشاب الجزائري الاخراني تكلم معاه في الشارع عنده حس مسؤوليه وراه مقلق على البلاد. يعني كيفاش تلقى، خلينا كيف تلقى المواطن في الدار البيضاء قضيه عوده بوتفليقه الى الجزائر؟ والله انا راه الو نسمع فيك لطفي. والله كاين الناس
الناس الوعي الشعب الجزائري راه وخاصة كاع المدن الجزائرية ماشي غير دار البيضاء ولا راه كاين وعي فوق اللازم، والشعب الجزائري من الصغير الكبير كاع رانا فاكسيني، وخاصة من العشرية اللي جوزناها واحد ما يقدر يكلخنا دوكا، واحد ما يقدر يكذب علينا، واحد ما يقدر يفهمنا فهامة اللي ما نقدروش نفهموها. احنا الشعب الجزائري راه واعي وعي كبير، والمطالب تاعنا احنا ما جوعناش، ما خرجناش الجوع ولا ما لقيناش الخبز واش ناكلوا، احنا خرجنا الوضع اللي رانا فيه وحابين التغيير، تغيير سلمي وتغيير جذري ثاني. هذه هي الشعب الجزائري راه يطالب بهذه الامور. الله يبارك فيك سي لطفي علام، ناشط حقوقي وعضو في جمعيه اولياء التلاميذ بالدار البيضاء الجزائر. ونفتح لكم الخطوط مشاهدي الافاضل للتدخل والادلاء برايكم في هذه الساعه الزمنيه. ناخذ ياسين من فرنسا اولا. مرحبا بك سي ياسين. الو، من معي؟ الو، شكون معايا؟ الو، شكون معايا؟ وي معك نسيمة بالعيز من أرجي. نسيمة بالعيز من الجزائر، مرحبا بك نسيمة. ما بك يعيشك، جو سوي أونين، جو راكي أنت على المباشر نسيمة، تفضلي. هاي داكور، دونك أنا أون فيت راح نهضر لكم على أون سيتياسيون كي تخي غاف دون مون دومين فينونسي في الجزائر. أيوا. داكور، دونك هذا مسيو سيدي سعيد اللي بركا إيفا ديبوزي سا روتخيت. أيوا. Il a son fils Ramin Sidi Saïd a une entreprise qui s'appelle All In. D'accord, avec monsieur Rilès Sahknoun. Parce qu'à chaque fois ils mettent des gens, vous des gérants ou vous derrière. Avec des preuves et tout. Had la société Hadi, elle a la moitié de la communication des sociétés nationales en Algérie. Avec des contrats des prix faramineux ou ça le cas depuis 4 ou 5 ans. C'est une des sociétés. معليش نسيمة انت كيفاش عندك هذه المعلومات؟ تخدمي في هذه الشركات ولا؟ عندي هذه المعلومات باسكو موا ميم جو سوي فينونسيير. ايوا. وعندي وجو ترافاي بور اون بانك وحنا لوغ دون دي كريدي ويقولوا لنا غمضوا عينيكم يدوني دي كريدي. وشحال انتم مغمضين عينيكم نسيمة؟ دوكا صافي الوغ وشحال حنا مغمضين عينينا ديجا هاد لي 5 ans لي dernier 5 ans من نهار ايزون في لي ماغوي تاع اون اخيت لامبورتاسيون اللي كنا نخلصوا لا دوان اللي الناس كانوا كي امبورتيو كانوا يخلصوا لا دوان دركا نا اون اخيت لامبورتاسيون اون ليس ان لوبي بيان بارتيكولي هو يامبورتي سون بيي دي دوان سون بيي دي دوا دوان اي اون دون دي كريدي دانفستيسمون كي نو سون با دي انفستيسمون يرحم بابك خدي دانفستيسمون باش تشري بانو من ليترونجي وحط ادي ديسبلاي اللي كان سيتي ان اكتور ايكونوميك. ايوا. نورمال تحطو في الحبس في جا تبع لو نوفو تاع البريزيدون دو ريبوبليك. يعني هذا الملفات اللي عندك يعني تقدري تثبتي انهم متورطين في قضايا الفساد يعني؟ هذا الملفات ماشي غير عندي انا، هذه الملفات تروح للسي ان اخ سي نامبور كيل جورناليست يروح لو سونتر ناسيونال تاع لي روجيستر كوميرس يجبد لي نو اي لي بخينون تاع توت لي سوسيتي اللي راهم درك حاكمين لو لوبي دو لا كومونيكاسيون لو لوبي دو لاندستري لو لوبي دو ترانسبور لو لوبي دو لافيشاج لو لوبي فينانسيي تاع البلاد كامل. صح نسيمه هذا المشاكل وهذه الملفات الثقيله تاع الفساد يعني ما تشكيش يعني ما تقوليش باللي هذه الملفات اللي خلاتهم يتمسكوا وما يسمعوش للشارع وما حابين يمشوا وخايفين من رده فعل وخايفين من محاسبه. بيان. اي واش نقدروا نديروا يعني باش ما نقدروش نديروا واش نقدروا نديروا؟ يفو ديبوزي دي بلانت يفو نحن ندوموند هاد لي زافوكا اللي راهم واقفين قدام الكونسي كونستيتيوسيونيل. معليش اوقفوا قدام الكونسي كونستيتيوسيونيل، مي هاد لي زافوكا ادرى واعرف كيفاش يعرفوا هاد القوانين تاع الماليه والقوانين المدنيه كي ديبوز دي بلانت. كيفاش سيدي سعيد يسب لنا نو ميغ اتوس وما واحد ما ديبوزا بلانت كونتخ سب وشتم؟
كيفاش هاد السرقه راهي مع ديبوزي دي بلانت كيما راهم يخدموا هما خدمه العوج وراهم ياتاكيو فينا افيك دي شوز كونستيتيسيونيل ام يقولوا راهو مريض او دخل مع لبنا شي دخل اه الكونستيتيسيون ما تقدرش تانولي انا نجيو حنا ثاني باللونغاج جوريديك عندي دافوكا ناضو ونخبه ناضت حنا سي اون افي ان جروب دافوكا مانتنون يقول لنا ارواحوا ديبوزي لي دوسي عطونا دي بروف دي اوني بروف اللي يخشوف احنا برك الشد اون نو بو بلو لالجيري على بال كيفاش لالجيري واش داروها لالجيري سون تخان دامبريمي دي بيي فيكتيف تاع المونوبولي دونك رانا دون اون كريز فينونسيير سون بريسيدون مام هاد لو بريزيدون اللي راح يجي جديد ولا هاد الكوميتي اللي راح يجي جديد بور غولفي لالجيري يفو دي زاني دي زاني ان شاء الله يكونوا ناس ان شاء الله يكون ناس نزهاء كما انت نسيمه وان شاء الله يرفعوا ويقوموا ببناء الجزائر في ظرف قياسي ان شاء الله. الله يبارك فيك نسيمه من الجزائر. دليله من سكيكده مرحبا بك دليله. اظن ان دليله من سكيكده فقدناها. خلينا نسمعوا نور الدين من الجزائر. مرحبا بك نور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كاين قاعدة. لازم يدير قاعد كل جزائري فإنما إلى الجزائر. أما إذا فإنما أسيء إلى نفسي. هذه قاعدة. لو كان واحد على نفسي والله العظيم ما نتصل. شوف بكاتيك راكم نهضروا على 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 نقولوا حراك راكم تهضروا على الحراك. حراك الحرية ولا حراك الكرامة. أنا نشوفوا وقفة المحامين الوقفة الأساسية تكون وقفة القضاة. عليه كاين في الجزائر كاين منصب قاضي الجمهورية ما يشغلش طول السنة 24 ساعة ل 24 ساعة. هذا شوف القضاة هما البيلي تاع النظام وزيد لهم السلطة التنفيذية أي الجيش. اما نقول لك كاينه حاجه مهمه هذه تسميه الحراك حراك الحريه. حنا في الجزائر هذا الشعب اللي راهو يدراه الشعب هذا لو سولي روتي لو بوبل هذا الشعب هذا واش يدير دار اللي ما دارته حتى دوله من عندها من شاقورو عندها 100 سنين عندها سنين هذا العصيان المدني وهو يطبق الشعب الجزائري. اما تقولي باللي تسمي هذا الموجه اللي ودي فيها الشعب الجزائري تسميها حراك هذا غلطه كبيره. عرفت واش التسميه هي الحق هي الصح لازم تسمى ثوره. عرفت الثوره واش عندها؟ الثوره تلغي العمل بالدستور. ثوره عندها حق يقول لك الشعب مصدر السلطات هو اللي قرر. لو كان تقولوا لي تحوسوا على الماده والدستوري من اذا كان ثوره تلغي العمل بالدستور. الله يبارك فيك سي نور الدين شكرا جزيلا لك. عبد القادر من تلمسان مرحبا بك. عبد القادر من تلمسان تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك سي عبد القادر. اولا اود ان اشكر المغاربيه على فضاء الحوار الذي ايوه عبد القادر أمكن أن تتأيطوا؟ الله يبارك فيك. ألو؟ نسمع فيك عبد القادر واصل وقول لهم ينقصوا التلفزيون يسمع صوت في الخلف يقول لك نقص التلفزيون. أولا أود أن أتكلم عن الحراك الشعبي اللي راه قايم في الجزائر عامة واللي أظهر وعي كبير. احكي لنا على تلمسان واش 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 شاهد في تلمسان؟ تلمسان كاين هذه بعد اشاره نوجه الراي العام اللي يحسب انه هنايا الانفياف تاع بوتفليقه والناس راها معاه عكس ذلك تماما. كانت مسيرات خاصه يعني في 8 مارس في مسيره الاسبوع الثاني كانت مسيره حاشده سيول بشريه اللي غطت جميع الشوارع و كبرى لزارتير كبار تاع تلمسان. انا كنت واحد من ضمن المشاركين يعني كانت ميساج كانت الجزائري انه منطقه تلمسان هي غير محسوبه على النظام الحالي غير محسوبه على بوتفليقه غير محسوبه على
البطانه السوء اللي راه دعم في بوتفليقه، اشاره كذلك العالم ان بوتفليقه والعصابه اللي راه دايره به على كل حال انه ما بقاتش لها مصداقيه عند الشعب الجزائري بجميع اطيافه بجميع الجهات في جميع كل اطياف المجتمع كل الشرائح مجاهدين محامين. العوده تاعو عبد القادر، خبر عوده بوتفليقه امس يعني ما كان لا حدث في تلمسان؟ والله الحدث كان ترقب، كانت طائره ستقلع، كانت طائره ستهبط بفريق جزائر العاصمه اين هو رايناه، شفنا ان الموكب فات بسرعه 140 كيلومتر في الساعه، كانت يعني الصور وكانه يعني ما فهمناش يعني كانت الاولى انه يهبط معليش نشكرك عبد القادر، شكرا جزيلا. صوت ما يلحقناش يعني بوضوح لكن الفكره وصلت، الله يبارك فيك سي عبد القادر. نسمع عبد الكريم من البويره، مرحبا بك عبد الكريم. عبد الكريم فقدناه، خلينا نسمعوا قبل ما نمشوا للكمال من المسيله، خلينا نشوفوا هذا الفيديو خروج تلاميذ في المسيله ثم نعود. سي كمال من مسيلة، هذا كان تلاميذ اليوم الصباح في مسيلة خرجوا سمعتم دائما يهتفون بلا للعهدة الخامسة، يعني عودة المترشح بوتفليقة إلى أرض الوطن كان لا حدث كذلك في مسيلة. أظن أننا فقدنا كمال كذلك من مسيلة. خلينا نسمع محمد من فرنسا، مرحبا بك محمد. حتى محمد فقدناه، نمشوا لتيزي والزوم على سعاد، مرحبا بك سعاد. سعاد من تيزي والزوم مرحبا بك. سعاد اسمعني. فيه مشكل في الخطوط اليوم ونعتذر للمشاهدين. خلينا نسمعوا ياسين من فرنسا، ياسين مرحبا بك. ياسين تسمع فيا؟ هو نسمع فيك وي. الله يبارك فيك، انت على المباشر سي ياسين، مرحبا بك، علاش كلمتنا؟ ياسين تفضل. هذيك الصحة. نسمع فيك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وي. السلام عليكم، افون تو يعطيكم الصحة المغاربية. الله يبارك فيك. ياسين كانت وقفة أمس يعني بالحد وكانت بالسبت كذلك في فرنسا، يعني رغم يخرجوا تقريبا مثل الجزائريين في فرنسا يعني. حتى ياسين فقدناه، نرجع للجزائر معنا زهير، مرحبا بك زهير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زهير من تكلمنا؟ كريم لاباس. الحمد لله، مين راك تكلم زهير؟ أنا من جيجل خويا. من جيجل، الله يبارك فيك وناس جيجل. نسلمك خويا، خويا حبيت نشارك معكم في البرنامج هذا، عندي كلام حبيت نقولو. أيوا. خويا هما درك. أيوا. كان اللي حبيت نقول أنا هذه تاع الرئيس ما جاش، هذه ما تهمش، هذه الشعب ما راهش مهتم بها في الشارع. أيوا. اه دوكا الرئيس راه مريض ربي يشفيه، وحنا في الشارع رانا على كلمه وحده، مام الرئيس اللي راح يجي موراه عندنا شرط. ايوا كيما هما ما حبوش يسمعوا للشعب، حنا زيدنا شرط، الرئيس اللي يجي نشرطوا عليه يكون العصابه هذه تكون كيما راهي في السجن، سينو نبقاو في الشارع.
وربي يجيب الخير للبلاد وبارك الله فيكم وربي يعاونكم. الله يبارك فيك، هذا ما نتمناه، ربي يجيب الخير للبلاد. الله يبارك فيك سي زهير من جيجل. معنا عبد الحكيم معوش من بجايه، مرحبا بك سي حكيم. فازل عادل. فازل فلاك. تحياتي لكل زملائك ولكل جزائري وجزائري داخل وخارج الجزائر. الله يبارك فيك. أول روح وزير العدل واجب الحفظ على القضاة. أنا أقول واحد ما يعني ملزم بالحفظ في عند الثورة الشعبية السلمية. نعم. بل وطالب مجلس القضاء على مستوى الولايات والمحاكم أن ينضموا للشعب. فيما يخص الترشح هو مترشح والبيان هو يعني إجبار التلاميذ في العطلة المسبقة تاع ثانوية تاع الجامعات. أنا أقول يعني التلاميذ تاع المدارس الابتدائية والمتوسطات لازم نبعدهم عن هذه الثورة الشعبية السلمية. وأقول للإخوة احنا نزرع الحب والأخوة والوحدة والحضارية يعني حتى في 13. ايوه احنا الان لا يعني الترشح بوتفليقه ولا واحد اخر. تحياتي ربي يعاونكم خويا عادل. الله يبارك فيك سي معوش. يعني هذا الكلام ربما ضربه هؤلاء الذين يدورون في فلك السلطه، ضربه في الصفر ولا يأبه لمطالب الشعب. كما كنا نتحدث أن مدير حملة الانتخابية لبوتفليقة يقول أن الرئيس سمع هتافاتكم وسمع مطالب، لكن يقول أن في رسالته التي نسبت إليه أنه ذاهب لهذه الانتخابات وسيحاول في غضون سنة تغيير هذا النظام، وسيذهب بعد سنة إلى انتخابات رئاسية أخرى نزيهة وشفافة لن يترشح فيه. يعني هذه الانتخابات كنا سمعنا أنها صرفت أو ستصرف فيها ميزانية قدرها 5000 مليار سنتيم جزائري. يعني الآن بعد سنة تصرف 5000 مليار سنتيم أخرى على انتخابات أخرى، يعني أليس هذا هدر للمال وإدارة ظهر السلطة لمطالب الشعب؟ خلينا نسمعوا يحيى. يحيى من يكلمنا؟ يحيى من الجزائر. ألو. يحيى مرحبا بك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال الأخ عادل؟ الله يبارك فيك سي يحيى. الحمد لله. المهم أن أنا دخلت باش نقول يلازم نبقى وشادين في المطالب تاع الشعب، ويلازم هذا العصابة الحكيمة تروح، لأنه مستحيل أننا نذهب الانتخابات ونعطي الشرعية لهؤلاء للنهب وكما نقولوا جوستيفيك لهم الأشياء اللي أخذوها، لأنه مستحيل هم يحبين نروحوا للانتخابات باش نعطيهم شرعية على الأشياء اللي سرقوهم من البلاد الليلات العشر. أننا في الحالة هذه راح نروح الانتخابات. الله يبارك فيك سي يحيى. ونحن نتكلم على 5000 مليار سنتيم رصدت لهذه الرئاسيات، ويقول نذهب في هذه الرئاسيات وسيحاول تنظيم رئاسيات أخرى بعد سنة. يعني 1000 مليار سنتيم ستصرف في الرئاسيات في الانتخابات. خلنا نسمع الياس من سطيف. مرحبا بك الياس. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا عبد الحب حبيت باك نوال حاجه. هنا في بوقعه عندنا حنا في ليسونس انا من بوقعه اون جينيرال اسمه من ديبي. أيوة. دونك حبيت نقول بلي بوقعه مازال فيها العصيان المدني، كاين بعض المحلات باك اللي راهي فاتحه. دونك احنا بربي ان شاء الله نكونوا متحدين كيما اتحدنا من لو 22 فيفري. خرجنا في بوقعه بارمي كنا بارمي لي برومي اللي كرهنا هذه المنظومه هذه وكرهنا هذا الحكم اللي راه مرمدنا في الظلمات. الحمد لله. بصح الياس هذا الياس هذا اللي كتسميه انت عصيان مدني او اضراب عام، يعني شحال يدوم؟ يعني هل فيه تحديد للتوقيت؟ هنا كيما هنا
تكلمت مع بعض التجار هنا في بوكاع نورمالمون ربع ايام خمس ايام وما يهمناش دونك باسكو احنا في بوكاع ديما متعبين اللي ما عندوش مينيور ياكل يجي معليش التجار هذو كاين الناس راهم يقولوا كاين الناس راهم يقولوا الياس باللي خوفوهم ولا بها غلقوا الحواني تاعهم ولا هذه لا كاين دي ريمار كاين دي ريمار كاين واحد مقولات يقول لك جاوا خوفوهم ولا لا خلينا من الناس اللي تكلمت معاهم انت يعني التجار هذو علاش غلقوا يعني غلقوا باسكو راهم مع الشعب راهم هما الاولين كانوا يغلقوا كانوا يدعموا في الشعب هما اللي خرجوا المظاهرات هما الاولين التجار لا لا, 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 لا لكن كون يجي يعني هذا اغلق ممكن نقولوا اليمونطاسيون جينيرال يبيع الخبز ولا يبيع كون يجيه مواطن يعني يعطيه يجيه مواطن يعطيه وراهم وكل ريكيزيشوني بهذا الشيء هذا وخلونا ارقام هاتف ايوا تاعهم وكل شيء راه يجيبها يقريها في ماما ما كاينش حتى مشكل يعني ما كاش اللي ينضر يعني في المواطنين ثم في بوكاع ما فيها لا ضر ما فيها حتى حاجه اون بليس كاينه حاجه ثانيه صرات في لو بريمي جور البارح ايوا صرات هنا حادثه تونا هنايا في محطه الوقود تزود بالوقود هنا في نصطاد ايوا دونك مين كان دخلوا التلاميذ بعض التلاميذ دخلوا المحطه ومدير المحطه خاف دونك قرر باش يغلق المحطه لكن الشعب جا فهموا بلي المحطه لازم تغلقش باسكو كاين الناس وين لازم يروحوا يديروا وين يروح كاين عنده واحد مريض يديه بار اكزومبل الى حاله استعجاليه وكاين الناس اللي استغلت الفرصه هذه باش اون كش مين يروحوا يقضيوا حاجات عائليه ما يهمناش ليسونسييل المحطه ما تغلقتش ولا الشعب ولا المدير خذا قرار الشعب يعني هذا تنظيم هذا وهذا الوعي يعني عملوه المواطنين تاع بوكاع يعني واحد مملاه عليهم نعم مواطنين سكان بوكاع اقسم بالله غير عندنا واحد الوعي ما شاء الله والتفاهم والوحده والمحبه وكيفاش يعني كيفاش تعاملت السلطات ورجال الامن كيفاش تعاملوا مع هذا الاضراب العام تعاملوا بكل بروده وكان الشعب راه خرج يدور ما فيها حتى مشكل ما كان حتى مناوشات ما كان حتى تدخل وكيفاش راكم معولين يعني بعد هذا الاضراب يعني الى الان بعد 13 مارس يبان شكون اللي ماشي لهذه الانتخابات كيفاش الحاله كيفاش تشوف فيها انت يا سيلياس احنا بربي ان شاء الله وين بغات توصل توصل احنا ليسونسييل رانا مكملين في هذه القرارات تاعنا وهذه الخطوه اللي درناها عمرها ما تولي لريال ان شاء الله بربي وان شاء الله ديما نروحوا للامام بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله نروحوا ديما للامام وان شاء الله بربي ان شاء الله العصابه هذه تنحمل الحكم باسكو يا عمار كرهنا هذا الله يبارك فيك الياس من بوكاع الله يبارك فيك شكرا جزيلا لك فيصل من فرنسا مرحبا بك فيصل أظن أننا فقدنا فيصل ونقول لكم يعني كان الياس من بوكاع هو آخر متصل لهذه الفترة الصباحية وبطبيعة الحال التغطية متواصلة من قناتكم قناة المغربية ودائما على المباشر ونرحبوا كذلك باتصالاتكم ومكالماتكم في الأرقام الهاتف تتصلوا بنا ولا عن طريق خدمة سكايب نلتقي أنا معكم إن شاء الله بعد ساعة ونصف وأترككم مع الزملاء شكرا جزيلا